مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في 100% بخلو. بالنسبه للمرشحين في جائزه الجذور عندنا رقم 3 جنه فرص لان استقرار مستوى المرتبه الثانيه في هذه السنه وغادي يقود الركيب المتالق زهير مديحي. رقم 7 مبسمه فال فرص قدمت اداء جيد مؤخرا في حلبه مراكش امام خيول قويه. ورقم 12 تاجر الحوزيه حصاني بالرغم تعثره الاخير فكيبقى هو قادر على المنافسه بقوه على المركز المقدمه مع الركيب المتالق امين مغات. خيول غادي تنافسها كل من رقم 1 رقم 11 ورقم 9. اما الخيول اللي بثلاثة مفاجأة مسابقة فهي رقم 10 وكذلك رقم 16. نسمع الان لتوقعات جيدة الديربي. رانا اختاريت رقم 14 جود اسيل مرشح قوي للفوز في هذا السباق هذا اللي عنده راكب متميز اللي تعرف يسير سباقات حلبة مدينة مراكش. المرتبة الثانية اختاريت رقم 3 غيبقى رقم 9 في هذا السباق هذا اللي تنتمي استبراتي ديال مديحي مبارك وعنده راكب متميز هو زوير مديحي. تنقولوا رقم 5 غيواني جرين السباق الاخر ديالو ما حكموش عليه اللي درب حلبه مدينه خميسه ولكن تيبقى من الخيول اللي حطيناه في الترشيحات ديالو معولين عليه بزاف. خويا نقدروا خابوا فينا في هذا السباق هذا عندنا رقم 6 رقم 8 رقم 9 تنقولوا المفاجاه ديال السباق رقم 10 ورقم 15. اما الان خليكم توقعات مختلف الجرائد الوطنيه. شكرا على المتابعة واللي فاتوا حلقة اليوم من كتاب لقاتنا في اليوتيوب.